أجواء من فرح الميلاد وقصة الميلاد. رسمت أيقونة ممزوجة بألحان مولد الطفل يسوع، وذلك من خلال الرسيتال الثامن الذي نظمته كنيسة سيدة الرعاة للروم الملكيين في مدينة بيت سحور مدينة الرعوات. ابتدأ الرسيتال بكلمات ترحيبية من راعي الكنيسة الأب سهيل فخوري، والذي رحب بالجوقات المشاركة من عدة كنائس. وأكد الأب فخوري على رسالته وكلمته للعيش من خلال الميلاد بكل تفاصيله. جوقات عديدة اشتركت في هذا الرسيتال نالت إعجاب الحاضرين في الكنيسة من خلال تراتيل ميلاد طفل المغارة. وأكد الشماس حنا أبو سعدة منسق الرسيتال إن ما يعيشه الناس في الأراضي المقدسة في هذه الأيام يجب أن يتعايش بميلاد الطفل يسوع، طفل المغارة، طفل السلام. فنشكر الله أنه كان في عنا تجاوب، كان في عنا حضور في هذه الأمسية الجميلة، حتى أنه يولد المسيح في قلوبنا نحن البشر، حتى نكون على خطى سيدنا يسوع المسيح، حتى نصل إلى ذروة إيماننا المسيحي ألا وهي القيامة المجيدة. شجرة الميلاد إذا حطينا عليها لون واحد ما بتعطي رونق، بينما إذا شكلنا ألوان بصير فيها رونق وجمال. كلياتهم مع بعض جمعوا لوحة وسمفونية قدمناها للخالق تسبيح وشكر وتقدير لهذا الخالق العظيم. ولد المسيح، هللويا. للنورسات ماردن الحدوة من كنيسة الروم الكاثوليك في بيت سحور.